بسم الله الرحمن الرحيم. الرقية الشرعية الشاملة للعين والمس والسحر بإذن الله الشافي المعافي. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفسه وهمزه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا
ادعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آيات الشفاء بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم رقية السحر بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم
فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بسم الله الرحمن الرحيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني دعاء السحر اللهم عليك بالساحرين والساحرات
والعاقدين والعاقدات والرابطين والرابطات والنافثين والنافثات والنافثين والنافثات الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات اللهم رد كيدهم في نحورهم وسحرهم وأذيتهم على أنفسهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بمن جاء لهم بالسحر من الساحر والساحرة فجعله في طعامهم وشرابهم أو في فراشهم ولباسهم اللهم عليك بمن تسلط عليهم وأخذ من شعورهم وأظفارهم أو من ملابسهم وآثارهم فذهب به إلى الساحر والساحرة ليضروهم ويؤذوهم اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك أذهب أسماعهم وأبصارهم واختم على قلوبهم اللهم أرنا فيهم ما يشفي الصدور ويذهب غيظ القلوب يا رب العالمين اللهم أبطل سحر التفريق اللهم أبطل سحر التخيل اللهم أبطل سحر التعطيل اللهم أبطل سحر الأذية والحرمان من السعادة والعافية اللهم يا من يزلزل الأرض زلزالها ويخرج من الأرض أثقالها زلزل ما عقد لهم من سحر وأخرجه من بطونهم وأجوافهم وأمعائهم وظهورهم ورؤوسهم وسائر أجسادهم يا رب العالمين اللهم أبطله وأحرقه وأخرجه من بيوتهم ودروبهم ومزارعهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أبطل ما عقد لهم من سحر مأكول أو مشروب أو مرشوش أو بخور أو معقود بقدرتك يا ذا القوة والقدرة المتين رقية العين والحسد بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فنظر نظرة في النجوم وفجرنا الأرض عيونا فيها عين جارية ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير رقية المس أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق
الملك الحق الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار بسم الله الرحمن الرحيم قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس دعاء العين والحسد بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حسد حاسد ومن كل عين الله يشفيك اللهم يا من خلق العين وأثرها وجعل القرآن لها شفاء والأثر لها دواء اللهم فارحمه من رحمتك وشفاء من شفائك اللهم اشفهم وعافهم من العين وأزلها من أجسادهم اللهم أبرد حرها وقرها وبردها وشدتها وبأسها وألمها وصبها وأذاها وهمها وغمها وكدرها وضيقتها اللهم أطفئ نارها وشررها يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن تعذر عليهم أخذ الأثر ممن عانهم وحسدهم اللهم فاجعل القرآن لهم شفاء وعلاجا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشفهم وعافهم من عين معجبة نظرت وما بركت ومن عين حاسدة حاقدة ومن عين مؤذية ومن عين متسلطة واشفهم وعافهم من عين عاشقة ومن عين متجددة يا حي يا قيوم اللهم اشفهم وعافهم من نفس وعين وحسد أصابهم في أنفسهم أو في طعامهم وشرابهم أو في صحتهم وعافيتهم أو في خلقتهم أو خلقهم أو في أزواجهم وذرياتهم أو في بيوتهم ووظائفهم أو في أي نعمة أنعمت بها عليهم يا رب العالمين اللهم فاشفهم وعافهم من هذه العين وأزلها من أجسادهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظهم من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وعين العائنين ونظرة الناظرين يا رب العالمين
اللهم بارك لهم في رزقهم وفي صحتهم وعافيتهم، اللهم بارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ومساكنهم ودوابهم يا رب العالمين. اللهم بارك لهم في تعليمهم وتعلمهم ومصادر أرزاقهم، اللهم عجل لهم بالشفاء واجمع لهم بين الأجر والعافية، واجعل ما أصابهم ويصيبهم من الهم والحزن والمرض والسقم والعين والحسد مغفرة لذنوبهم وتكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم يا رب العالمين. آيات السكينة. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأيوب إذ نادى ربا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الدعاء. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد. اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم سكن عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما يجدون من الآلام سكن عنهم ما يجدون من الآلام والأوجاع والأمراض والأسقام والأعراض والهموم والأحزان. اللهم إنا نسألك بصالح أعمالهم أن تلبسهم لباس الصحة والعافية فضلا منك وكرما ومنه. اللهم يا من قال وقوله الحق المبين
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. اللهم فاكشف ضرهم وارفع البأساء عنهم وأقر أعينهم بالشفاء والعافية. اللهم واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل مرض شفاء ودواء. اللهم يا من جعل مع كل عسر يسرين، اللهم فاجعل لهم من عسرهم يسرا ومن ضيقتهم فرجا. اللهم أنت خلقتهم ورزقتهم وهديتهم وشققت أسماعهم وأبصارهم، وأنت أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وأنت أرحم بهم من أنفسهم لأنفسهم. اللهم أنزل عليهم رحمتك وشفاء منك يرفع مرضهم ويزيل همومهم ويذهب سقمهم يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون، أعيذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون وتحاذرون. بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيكم. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم